ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل، واكيد حضراتكم عايزين تعرفوا النهارده ضفت مين. ضفت النجمه الاعلاميه طبعا اللي لها مذاق خاص على شاشه القناه الاولى في تقديم النشره الاخباريه، وزي ما لها مذاق خاص في تقديم النشره لها مذاق خاص في المطبخ، وكمان صاحبه نظريه نص ساعه مطبخ الاكل حلو واكتر. ازاي؟ معرفش اكله ايه اللي تتعمل في نص ساعه. معايا ضيفه النهارده الاعلاميه الاستاذه ادا ابراهيم. اتفضلي يا استاذه ادا. اهلا وسهلا. مساء الخير يا شيف. ادا 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 اهلا وسهلا. منورانا يا ستي. مساء الخير. كل سنه وانت طيب. كل سنه رمضان كريم. مطبخك ومكانك. ميرسي. كل عام وانت بخير. وانت طيب. اسرتك الكريمه بخير. ميرسي. النهارده في اختيار صعب للمنيو بتاعنا. عندنا حاجات كتير حلوه. بس في حاجات ممكن يتعمل بيها حاجات كتير. الفراخ مبدئيا ممكن يتعمل بيها حاجات كتير. حلو. انت البنة دي من الحاجات الجوكر على السفره يعني. فممكن يتعمل فراخ مع مكرونه. في كريمه، انت خلاص حسمت الامور. مزبوط. في كريمه، فممكن تبقى مكرونه مثلا وايت صوص، والبصل ده بيقولوا ان في حكايه مع الفراخ، يعني ممكن يبقى شيش طاووق مثلا. بصي بك بالاكل. طيب. انت قاعده على الكاونتر وعلى الديسك يعني كاتبه نشره اخباريه. انت شكلك مضغوطه. مش متعوده على فانا عايز احاول اتمالك شويه الموضوع شويه. احنا معانا ماتيريال كده بسيط. اوكي. هنطلع منه المنيو بتاعنا. اوكي. معانا صدور فراخ، ومعانا بصل كويزات اللي هو البصل الصغير. أوكي. وفلفل الوان وزبادي. ممكن نطلع منهم اكل ايه؟ تمام. ممكن نعمل شيش طاووق، ممكن طاووق. نعمل فاهيتا. حلو. هتبقى لطيفه بنفس برضو بنفس المكونات بالظبط. نعمل شطرة. نعمل فاهيتا. حلو. ممكن نعمل شاورما، نقطعها صغير قوي وهتبقى شاورما. شاورما. حلو. وبرضو المكرونه بقى زي ما احنا عايزين. ممكن نعمل مكرونه بينا وكريمه لباني. ما دام في كريمه هتبقى مكرونه وايت صوص بالثوم والبصل. او ممكن بقى لو عندنا مثلا، هو ما فيش هنا، بس لو عندنا مثلا صويا صوص هنعملها مثلا. لو هنعمل فاهيتا ممكن نعمل المكرونه تكون صيني يعني. صيني. ونعملها بالبشاميل. دايما البشاميل بتعمل المكرونه بينا. طيب. او مكرونه بشاميل دي احلى حاجه بقى. الكنافه بقى لها طبعا السنه دي لها تركاتها ومتبهدله معانا. المدلعه والمتشخلعه والمكشكشه والمشكلاته اللي بكل. فانا النهارده حبيت اعمل كنافه بتفروله، يعني بالفراوله. جميل. ما هي الفراوله اصلا من الفواكه الجميله جدا مع الحلويات. مع الحلويات وبالذات ان هي يعني بتعادل حكايه السكر شويه. وهي يعني كده كده بيبقى طعمها فيه شويه سكريات. واحنا هندلعها برده بشويه كريمه كده. ومعانا كمان شوربه الطماطم النهارده بالكرفس او بالكريمه، يعني هنشوف حضرتك تعملها لنا ازاي. مختلفه شوربه الطماطم. مش المصريين مش متعودين عليها قوي، بس هي طعمها حلو قوي شوربه الطماطم. قوي خاصه لو خدت معلقه سكر عشان الحموضه اللي فيها. تمام. دي تكه بقى. انا هتعلم النهارده. لا لا هتعلم من حضرتك النهارده. ايه حكايه نص ساعه في المطبخ دي؟ لا، هي نص ساعه في المطبخ دي يمكن هي يعني نظريه، يعني هي انا يعني مش نص ساعه بالظبط، بس في الشغل طبعا حضرتك عارف احنا ايقاع شغلنا شويه بياخد وقت وقتكم محسوم. مع البيت طبعا بتبقى محتاج ان انت تعمل وجبات. حل. متكامله. حل. ولطيفه، وما بيبقاش الاكل يعني في ناس ما بتحبش الاكل بايت. حلو. فنص الساعة دي كنت أنا بحب قوي أتابع زي حضرتك كده، أحب أتابع الحاجات البرامج السريعة. الخاصة كويس. بالطبخ وكده. فكان بروجرام كده من فترة طويلة قوي كان بيتكلم عن إزاي تعمل وجبة في 30 مينت، في 30 دقيقة. 30 دقيقة. ال 30 دقيقة دول بقى بيتعمل فيهم كل حاجة، بس هو فعلا ظابط التسويات والحاجة على إنها 30 دقيقة. أنا حضرتك حسبت مثلا الرز الأبيض أو أي رز بياخد 15 دقيقة ماكسيمم. المكرونة مثلا 8 دقايق، والصوص بتاعها مثلا لو بدأناه من اول ال 30 دقيقه هيكون انتهى. فلو عملت مثلا يعني من اكتر الحاجات اللي بعملها مثلا كفته داوود بيشا مثلا، ممكن تتعمل في التوقيت ده. ايوه. لو المكونات جاهزه يبقى عندك بقى الحاجات الثابته بتاعتك، يعني مثلا ممكن يبقى ثابت عندي على طول فيليه مثلا جاهز، او بحب يعني شويه مزمبراس متجهزه في الثلاجه بالظبط. او مثلا بحب جدا الانتركوت بعمله مع السماش بوتيتو. حلو. الانتركوت بيتعمل عادي بالزبده. ده بياخد وقت اكتر من نص ساعه ده. لو رقيق وبتشوح بس. لانه في ناس بتحبه ميديم. حلو. في ناس بتحبه ميديم. انا بحبه ميديم. طب تمام. فبيتعمل ميديم، والسماش بوتيتو بتتعمل وبتتحط بالظبط، وبيبقى معاها بقى اي سلطه بسيطه. بس طبعا الكلام ده مش في رمضان. رمضان عندنا وقت طويل. ساعات كلها والناس كلها عايزه بقى محشي ومكرونه بشاميل وسلطات وشوربه وكده.
فده بس بيكون في الاوقات اللي هي ما بحبش فكره الدليفري، ما بحبش فكره الفاست فود على الصحه. فكل ما كانت المكونات من البيت وبسيطه وممكن تتعامل ده مع الموضوع ده بتكون احسن. طب السؤال المعتاد دايما لكل الضيوف اللي بيشرفونا النهارده كل يوم، يعني تتعزمي ولا بتعزمي يا استاذه اده؟ والله ده وده، بس ده في رمضان بحب البيت. تحب البيت؟ تحب تقف احب يعني احب استمتع بوجودي في البيت، احب اقضي في المطبخ خاصه في الايام الاولى من الشهر. في الايام الاولى من الشهر برضو يعني بيبقى شويه كده بتحب تستمتع بالسلام النفسي. لكن في الاوقات العاديه طبعا لا، دي بتبقى من اكتر الحاجات الممتعه، يعني انت تعمل اكل لحد بتحبه بتبقى حلوه. بتعزم حد مثلا اهلك او اصحابك وانت تبقى حاببهم بيبقى بيطلع احلى اكل على فكره. ساعات بيطلع بقى مع اللمه وكده بيطلع الاكل احلى، في الشهر الكريم لما تجمعنا كلنا طبليه واحده طبعا. بيبقى مود رمضان مع العيله والاصدقاء بيبقى حلو قوي.